عمت الفرحة بين نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل عقب سماعهم قرار رئيس الجمهورية رقم 427 لسنة 2024 بشأن الإفراج بالعفو عن بعض المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، فهي فرصة أتيحت لهم لبداية حياة جديدة. مبسوط جدا إن أنا الحمد لله ربنا كرمني واسمي جه في العفو. بشكر سيادة الرئيس إن هو الحمد لله اختارني من ضمن الناس اللي طالعة في عفو 6 أكتوبر. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي إن هو اهتم بينا وشافنا، وأنا مبسوط جدا وسعيد بإن اسمي جه في العفو يعني، وإن شاء الله تكون بداية جديدة بإذن الله يعني. أنا موجودة في المكتبة ومستنيش إن احنا نروح العنبر، فجموا عشان يفرحونا عشان يقولوا لنا ليش اسمنا اتنضع في العفو. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كتر خيره ان هو طلعني في العفو، ونشكر ربنا ان هو طلعني لاولادي وبيتي ودنيتي وارجع لحياتي تاني. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. كلمه شرف واتحققت لما الايدين اتعلمت ازاي تواجه الظروف، لما العقول اتنورت ولقيت طريق للبدايه صح، وبالعمل هتتحد كل الكفوف. شمل العفو الرئاسي 3610 نزيلا، حيث نظم لهم قطاع الحماية المجتمعية احتفالات بمراكز الإصلاح والتأهيل بمختلف المحافظات للتأكيد على البعد الإنساني في المنظومة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية، والذي يعد التوسع بالإفراج بالعفو أحد أهم محاورها لإتاحة الفرصة للمفرج عنهم للاندماج في المجتمع. بشكر السيد الرئيس إن شملني في العفو، مبسوطة أوي، بقول له شكرا لسيادة الرئيس. أنا فرحانة أوي إن أنا أروح لأولادي بعد غيبة طويلة. أول ما عرفت اللي اسمي في العفو دوت الحمد لله الفرحة يعني مش ساعاني، وأشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي والحمد لله إن أنا اتعلمت حاجة هنا، أطلع برضو وأشتغل برا وأمشي بمرضى الله. أنا فرحان جدا من ساعة ما عرفت إن اسمي طالع في العفو، وحابب أشكر السيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي إن أنا طالع وأديني فرصة جديدة للحياة وأعرف أتعامل مع الناس وأشوف أهلي. وتنفيذا للقرار الرئاسي بالإفراج عن النزلاء الذين تنطبق شروط العفو عليهم، انطلق المفرج عنهم من مراكز الإصلاح والتأهيل تستقبلهم حياة جديدة وسط سعادة كبيرة وفرحة من أسرهم الذين انتظروهم أمام هذه المراكز، وإشادة بهذا القرار الذي فتح لأبنائهم باب أمل لمستقبل جديد. شكرا لك يا رئيس لطلعت ربني بالسلام، نروح من العين كل حاجة في الدنيا، يا رب يخليك يخليك لنا يا رب. الفرحة مش سيعاني، وربنا يخلينا لسيادة الرئيس السيسي. فرحتي ما لهاش اي حدود، فرحتي بالله ربنا يكرمه ويشق طريقه ويصلح حاله ربنا. فرحانه قوي بخروجي من النهارده، وبشكر سياده الرئيس بشكره قوي، ربنا يخليه لنا يا رب ويخلي مصر. النهارده فرحتنا ما توصفش بقرار السيد الرئيس حبيب الملايين بالعفو عن اولادنا، والنهارده يوم عظيم ما يتوصفش ابدا، اقسم بالله ما يتوصف ابدا بعد غياب ابني 15 سنه عني. تحيا مصر، ومشكورك يا سياده الرئيس. مشكرين سياده الرئيس. هؤلاء النزلاء اصبحوا اكثر استعدادا للاندماج في المجتمع استنادا الى البرامج الاصلاحيه المتطوره التي ساهمت في تقويمهم وتغيير المفاهيم لديهم، فهم يخطون اولى خطواتهم نحو حياه جديده.